ليس المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم غبيا. ما آمنا عن غباء، ما آمنا عن تقليد، ما آمنا عن ذهول، لا، آمنا عن علم، آمنا عن معرفة، آمنا عن دراسة، آمنا بالله جل وعلا لأننا نرى الله جل وعلا في كل شيء. هذا الإيمان ليس تقليدا للآباء والأجداد، إنما هو عن برهان. قرأنا القرآن، حفظنا القرآن، تتبعنا الآيات، عرفنا العقيدة، كيف يحرك الله جل وعلا الكون، وكيف نتج كل شيء في هذه الحياة، كيف نتج كل شيء في هذا الكون. لكن الاعتدال، نعم، المعرفة مطلوبة، لا نقول تلغي المعرفة. الإيمان مثل ما قال أول: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، هذه مرتبة تسليمية، نعمة من الله جل وعلا أن لا يكون عند الإنسان القلق. لكن إذا كان الشاب عنده قلق في هذه المسألة وذهب إلى كتب الفلسفة، قف، اقرأ القرآن، واقرأ البحوث المتعلقة بالقرآن، البحوث الكونية، البحوث الطبية، البحوث الزراعية. هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون من الله جل وعلا، فيه بحوث عميقة 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 جدا للعقل البشري، تحذب العقل وتنقله من شيء إلى شيء. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.